ولكم باقا السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في حلقه جديده وفيديو جديد. واليوم الدراري اليوم عندنا انبوكسينغ الدراري، ديال واحد شو شحال سميتو اربعه ديال البرودوي الدراري، غندير لهم انبوكسينغ. عندنا اربعه ديال البرودوي الدراري غندير لهم انبوكسينغ. هنايا عندنا واحد هذه حليتها الدراري الى عفسوها، هذيك اش كتسمى كتسمى الستاند، كيقول لها ستاند، هي هذه الدراري ستاند ديال الميكروفون. حقيقه كانت عندي واحد ستاند كبيره بزاف وكتشد ديال البلاصه، درت هذه حقيقه ستاند واعره بزاف كما كتشوفوا، صغيره وكتجمع شبوها. انا كتخدم تحت على تقدر تعزل قدام بحال هكا مثلا هكا، المهم كتزوينه في الريكورد الدراري، كتنفعني وما كتعذبش. المهم بقاو لي ثلاثه ديال البروبليز خويا الدراري هادو، هذه تلقاو لي ندير كدير شي 12 دولار واعره الحقيقه، والكاليتي ديالها زوينه بزاف. ها هي ستاند مايكروفون سميتها ولا التيب ولا شنو كيقولوا لها. بقاو ثلاثه ديال البرودوي نحلهم دابا قدامكم الدراري، شوف هذه طابيه، هذه واحد العلاقه ديال الكاسك، يعني البرودوي اللي جبتيهم الدراري حاول تجيب برودويات اللي يكون عندهم علاقه يعني بالديكوراسيون، الحوايج اللي كتحتاجهم. هذه امتى بعد الطابيه، يعني مش شرط الطابيه، شوفوا هذه واحد الطابيه ديال الجيمنج، شوفوا كي دايره، بسم الله نحلها قدامكم باش تشوفوها. طابيه كبيره اعتراض زربيه، ماشي طابيه لا حيد عليها طابيه ميز وايت طابيه بلا طابيه كبيره. علاش الدراري نقولكم مثلا فاش كتكون كتخسر رينبو ولا مقصر شي جيم، يا شوج فاش كتكون طابيه صغيره كتعذبك الحقيقه، ما كتخليك تخدم مزيان وتحرك مزيان. هذه كبيره تقدر تحرك عرفتي الماوس تلعب فيها حتى في الخدمه ديال الديزاين وداكشي، حقيقه مريحه. غنشوفوا طابيه كي دايره. المهم نلوحوا الكراتنا اللي تنخرج منها. وات شوفوا راه طابيه الدراري، شوف ترى ماشي طابيه والله الا هذه هي الطابيه اللي حيد بها. واو شوف واو طابيه واعره والله زربيه، والله حتى زربيه، شوف طابيه واعره الدراري. تقدر كاع تقطعها انت لو تقطعها ولا المهم بلا ما تقطعها احسن. الحاجه اللي زوينه انها تقدر تاكل فوقها وما تكرفش البيرو ديالك، ومكريس حتى الكالتي ديالها انتوما الدراري، الكالتي ديالها زوينه بحال ما عرفتش شنو تسوى، هذا الجلد بحال الجلد. المهم نجمع الطابيه الدراري هكا، نحاول نركبوها دابا نيت الدراري، علاش اش خاسرين بلاتي هكذا نديروها هكذا فوالا. غادي نحيدو انا الطابيه اللي كانت عندي بحال هذه، شوفوا شوفوا الطابيه اللي كتعجبني بحال هذه، هذه صغيره بزاف، هذه شو مقارنه مع هذه غير النص ديالها والله، هذه صغيره بزاف مثلا شكون كتلعب كتهرب ليك الموس خرج في البيرو وكذا. غادي نحطو هنا، غادي نحاولوا نجيبوا هذه الطابيه ونحطوها على الدرا. بارك الله والله لا تبارك الله، هذه طابيه ولا حيد بالك مني، شوف بارك تقعد انا وفل ويلا ويل. هانتوما الدرا باش نجيبكم باش تشوفوا بلاتي. اوب لا شوفوا الطابيه قداش، شوف شدوا من هنا حتى لهنا، شوف شد الماوس طابيه وهذه ديال الريزر وتزيد فوقها هنا وهنا، المهم شد مساحه كبيره حقا طابيه واعره الدراري. الثمن ديالها وقيله حتى هي شي 13 دولار ولا ما نعرف، تلقاوها في الديسكريبشن. يلا كملوا الدراري الاخر الانبوكسينغ، هذه علاقه ديال الكاسك كتحط دابا الكاسك مثلا، حيت بعد الكاسك تقدر تعلقها في الحيط بحال هكا وتقدر بلا ما تطرف داك المسمار ولا شي حاجه، هذه علاقه سبيسيال ديال لي كاسك جيمنج. فوالا والله حتى زوينه بنا، انا ما كاين والو ها هي، شوف شوف لكم مزيان ولا لا الدراري باش نفوكسي لكم، شوف كي دايره علاقه واعره بزاف الدراري. ها غادي نركبوها في الحيط باش تشوفوها فيها، هنايا كتعلق الكاسك وهنايا عندك شي ليزيات، دوك لي زيكوتر صغار كتحاول تعلقو في هذه العلاقه الصغيره هنا. غادي نركبوها في الحيط دابا باش تشوفوها، بقاو معايا. المهم الدراري دابا غنحاولوا نركبو هنايا، حقيقه كنت عايز ديجا واحد العلاقه هنا كنت لصقتها بالكولا وندمت علاش لصقتها هنايا والله الا ندمت. دابا بقى لنا غادي نحاولوا نحلو هذه، هانتوما تشوفوا هذه يعني هذه غير بالكولا الدراري بلا ما ترزح في الحيط، شوف انا لصقتها بالشك بالكول وندرت علاش لصقتها هذه، لا شوفوا شكل ديالها كي دايره هانتوما. ها هاقع علاقه زوينه هذا تحت فيها الكاسك هنا وحتى هنا لي زيكوتور كيجيو، سميتها شنو مكتوب هنا اكتو ولا ما نعرف، المهم شي ما نعرف. هانتوما هاكا هذه تجي عليها الدراري اكتا، ندرت علاش حيد ثاني، شوفوا درت لي واحد ديف ودابا خصني نصوبو، يا اما غنصبغو بالزرق ولا غندير شي حاجه. المهم غنحاول نلصقو على هذه الدراري هنا، عندها شوفوا هانتوما باش زوينه عندها غير الكولا هنايا، عندها هاد الكره هنا كتحيدها بحال هكا هذا فوالا، غادي نلصقوها غنجيبوها كنون بحال هكا كتجي هنا فوالا، خليها تلصق واحد شويه كنون بركه عليها صافي، وكتجيب الكاسك ديالك هكا كدير ليها الدراري، شوف ها هكا ولا هكا فوالا صافي، وكتعلق الكاسك يعني تيكون حدا البيسي ما يكونش مرون مع البيسي لهاد الجوج. بقى لي البرودوي الاخر ديال الدراري، هادي كنظن انها حتى هي شريت هادي، هادي واحد اللعيبه ديال شي دوك الضو اللي كتشوفو مرا البيرو الدراري زرقين، هادي واحد اللعيبه هي كتحكم فيهم بحال كتقول مثلا كتعطيهم الاضاءه وكتعطيهم الاخر، هانتوما تشوفوها كي دايره هي كتحكم فيها، غنحكم هي ديالها في الديسكريبشن اللي بغا يتقدا. المهم دي برودوي زوينين كتحتاجهم عشان هاد الريحه فيهم، بتي كوموند هاد اللعيبه هادي شوفو هادي تيلي كوموند ديالها، يلا عرفتها هادي كتحكم في الاضواء
ديال الكوموديرا كتجي لورياج مورا البي سي غادي تجي عندي بغيت نعاود نشري واحد الضوا وغادي نديرو في داك الليات وغادي نزيد واحد الضوا تما داكشي باش قضيت هذيك غادي نتقدر في لا سوكور هادي تيليكوم باش كتحكم وهادي اللي كتخليك باش تحكم في التيليكوم وكتلصق الضوا هنايا كتعطيهم البريز هنايا 5 فولت ولا ما شحال بالضبط المهم نردو هادشي هنا خليها هنايا حتى الوقت فكيفاش غادي نديرو البرودوي اللي كرمعنا حتى تبعنا تريب ديال المايك حلقه ديال البرودويات كيعطيو واحد الجماليه للسيتاب ديالك كانت واحد ديكوراسيون كانت معنا تريب العلاقة ديال الكاسك وكان معنا طابي طابي اللي عجبات لي فيهم كاع كبيرة بزاف تخدم على التيكي ديالها تخدم فيها زربية وراسها زربية صافي يعني ثلاثة المنتوجات والرابعة هي هذي أربعة المنتوجات فنتمنى يكون تكون الفيديو الدراري فيديو خفيف ظريف نتمنى يكون عجبكم ما تنساوليش لايك سبسكرايب كومنت انستغرام ديالي تلقاو في الديسكريبشن تتابعوني الدراري كنكون ديما انستغرام كتنساو فشوفوا فيديو اخر ان شاء الله راكم عزاز تهلاو